معاكم دكتور احمد عاطف هزاري، طبيب صيدلي بالمركز الاقليمي لنقل الدم فرع بني سويف. بدايه بنحب نشكر استاذ الدكتور منصور حسن على استضافته لينا في الجامعه الاهليه، وبنشكر اتحاد طلاب الجامعه ربنا يجازيهم كل خير على وقفتهم معانا الصراحه ومشاركتهم في اليوم الجميل ده. تبرع بالدم بيبدا ان المتبرع بيعمل معانا استماره بتكون فيها بياناته، الاسم رباعي، رقم القومي، رقم التليفون، وبيتم عمل تحليل الهيموجلوبين بتاعه. لو في ميل من 12 فما فوق، اقل من 12 ما ينفعش تتبرع معانا. لو الميل يبقى 13 فما فوق، اقل من 13 ما ينفعش يتبرع معانا. كل ده طبعا حسب رؤيه الطبيب. لو الهيموجلوبين تمام بيتم قياس الضغط ليه. لو هو مريض سكر مثلا بياخد اقراص ممكن يتبرع، لو بياخد انسولين ما ينفعش يتبرع، وهكذا. بعد مرحله الاستماره وبعد ما بيتم الكشف الطبي عليه قبل التبرع، بينتقل بعد كده لعمليه التبرع، بتستغرق من حوالي 5 دقائق إلى 10 دقائق. بنطمن بعد التبرع على المتبرع، لازم يكون في حاله سليمه وحاله كويسه وبنطمن عليه. وبعد التبرع لا قدر الله لو حس باي دوخه باي اغماء، بيفضل معانا في الحمله لحد ما نطمن عليه. وبعد ما بيروح بيبقى في حمله داخليه جوه بنك الدم بنطمن عليه وبنتصل بيه وبنتابع معاه حالته الصحيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الدكتور السيد سابق منسق كليه تمريض جامعه بني سويف الاهليه. احب اشكر القياده السياسيه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للقضيه الفلسطينيه، وبشكر استجابه جامعه بني سويف الاهليه الاستجابه السريعه للاستاذ الدكتور منصور حسن القائم باعمال رئيس الجامعه، والاستاذه الدكتوره سحر داوود النائب الاكاديمي للشؤون التعليميه على دعمهم للقضية وعلى المبادرة الطيبة اللي احنا شايفينها دلوقتي والإقبال الكثيف لطلاب جامعة بني سويف الأهلية، وتنسيق حملة تبرع بالدم في وجود إقبال كثيف زي ما حضراتكم شايفين، دعما لأشقائنا الفلسطينيين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن عليهم بالنصر وأن يرفع هذا الكرب عن الأمة، وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. مع حضرتك إيمان مسؤولة العلاقات العامة بنك الدم الإقليمي. احنا خدمات نقل الدم القومي ببني سويف بدأنا لينا من الاسبوع اللي فات برعاية الدكتور منصور حسن حملات لنقل الدم من اجل اشقائنا في غزة. ما شاء الله النهاردة احنا في جامعة الاهلية الشباب واتحاد الطلبة قائمين على هذه الحملة، تنظيم رائع ما شاء الله، الطلبة كلها متعاونة جدا، بنشكرهم جدا على تعاونهم وربنا يجعل ده في ميزان حسناتهم بإذن الله. حسام ربيع، بنك الدم الإقليمي محافظة بني سويف. طبعا احنا الشباب عاملين حملة تبرع بالدم طبعا للتبرع لأهالينا اللي في غزة، واحنا الحملات دي تبقى حملات منتظمة كده، بنحاول على قد ما نقدر نجمع أكبر عدد إن شاء الله بإذن الله. بنتكلم يا جماعة إن التبرع بالدم عمل إنساني من الدرجة الأولى، بتحس عليه جميع الأديان السماوية. تبرعك بالدم صدقة جارية. أهمية التبرع بالدم الحاجة الوحيدة اللي ما بتصنعش الدم، يعني ما سمعناش عن مصنع بيصنع دم، المصنع الوحيد للدم هو الإنسان. نقدر نتبرع مرة كل 3 شهور كمتبرعين منتظمين. بتستفيد التبرع بالدم ليه فوائد، بيوسع شرايين القلب، قال إحنا ما يجيلناش جلطات، ما يجيلناش مرض ضغط دم عالي، بيقوي عضلات القلب. خلايا عجوزة دي جسمك بتخلص منها وأنت خلايا شابة صغيرة، كرة دم بيضاء بترفع لك المناعة، كرة دم حمراء بترفع لك نسبة الهيموجلوبين. التبرع بالدم كمان فيه تحاليل مجانيه بتاخدها بعد 10 ايام من البنك الاقليمي، تحاليل فيروس سي، فيروس بي، زهري، مرض نقص مناعه، هيموجلوبين فصيله. مش لازم أن تبقى دكتور عشان تنقذ حياه انسان. 10 دقائق في طاعه الله هي مده تبرعك بالدم تساهم في انقاذ حياه طفل مريض بالمستشفيات. اتبرع واطمئن على نفسك، اتبرع وانقذ حياه انسان. وكان الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه، والله الموفق المستعان. المتبرع بيتبرع معانا اول مره زي ثاني مره زي ثالث مره، بكميه ثابته 350 من المتبرع، وفي مادة منع على التجلط 150. المتبرع بتسأل شوية أسئلة الأول ليكون عنده أي أمراض مزمنة أو لسه متبرع من فترة قريبة. بعد كده بتعمل له تحليل الأنيميا، إن طلع النسبة بتاعته مناسبة مع المعايير
بيتبرع معانا اللي هي من 13 ل 18 او لو بنت من 12 ل 17. اقل من كده بنحاول ناجله ونقول له يمنح فيها حاجات زي الشاي والقهوه بعد الاكل، وفي حاجات فيها فيتامين بياخدها زي بنجر او موز او اي حاجه فيها حديد. الدم ده بيتعمل له تحاليل فيروس سي او بي وايدز وزهري، والنتيجه هتجيلكم هنا ان شاء الله، ولو طلعت في اي حاجه بنعيد تاني التحاليل. Hello, I'm Hassan Khaled Hassan. I'm a dental colleague. Welcome to Beniswef National University. We are here for blood donation by Blood National Transfusion Services. We are blood donating for supporting and helping our brothers and sisters in Gaza and Palestine. أنا ياسمين نور أحمد من جامعة بنسويف الأهلية كلية طب بشري، وجيت النهاردة أتبرع بالدم تضامنا مع إخواتنا الفلسطينيين. أنا مصطفى محمود كلية تمريض جامعة بنسويف الأهلية، جيت النهاردة اتبرعت بالدم تضامنا مع إخواتنا في فلسطين. أنا أسر وليد كلية علوم جامعة بنسويف الأهلية، جيت النهاردة عشان أتبرع بالدم لإخواتي الفلسطينيين. أنا اسمي أشرف صلاح فوزي كلية علاج طبيعي، جيت هنا عشان أتبرع بالدم تضامنا مع فلسطين. السلام عليكم، أنا زياد محمد طالب في كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة بنسويف الأهلية، إحنا جايين النهاردة نتبرع بالدم لإخواتنا فلسطين. أنا عمرو محمد بكري كلية هندسة جامعة بنسويف الأهلية، جايين النهاردة نتبرع بالدم تضامنا مع إخواتنا في فلسطين. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي محمد خالد محمد عبد الجواد كلية تجارة جامعة بنسويف الأهلية، جايين النهاردة نتبرع بالدم عشان إخواتنا الفلسطينيين.